على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشها الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية من أزمات وكوارث وعقوبات اقتصادية جائرة، استطاع القطاع التجاري السوري تأمين المبادلات التجارية الهادفة إلى تلبية حاجات السوق المحلية المتزايدة عن طريق التعاون مع الجهات الحكومية المختصة وفق سياسة الاستيراد الرشيد والعمل على دعم الصادرات، وبشكل خاص الصادرات الزراعية، بما يوفر القطع الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للبلد. وفي حوارنا اليوم على منصتنا الاقتصادية سنحاول أن نبني تصورا بناء ومثمرا يعرض التحديات والفرص وعوامل القوة والضعف في بيئتنا الاقتصادية الداخلية والخارجية وفق تحليل منهجي يعرض أهم ملامح السياسة العامة للبلد بمكوناتها الأساسية السياسية المالية والسياسة النقدية وسياسة التجارة الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة داخليا وخارجيا، حيث يقودنا هذا التحليل الاقتصادي المنهجي في نهايته للإجابة على التساؤل الذي يشغل بال الجميع، وهو إلى أي حد يمكن لقطاع الأعمال السوري أن يصمد في وجه هذه التحديات ويستمر في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وللحديث عن هذا الموضوع وأكثر معنا في الاستوديو الأستاذ ياسر كريم رئيس لجنة الإعلام في غرفة تجارة دمشق. مساء الخير. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل. أستاذ ياسر، يعني بداية ومتابعة لتحليلنا الاقتصادي السابق الذي ذكرناه في المقدمة، برأيك ما هي أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه السياسة الداخلية والخارجية وأيضا السياسة الاقتصادية عامة حاليا؟ يعني أنا طبعا بمثل غرفة التجارة وبمثل القطاع التجاري، ولكن قبل ما كنت تاجر أنا مواطن. أختي مواطنة، أخي مواطن، جاري مواطن. نحن الآن هدفنا الأساسي هو المواطن، والمواطن الآن في ضائقة، الدخل لا يساوي الصرف. هذه المشكلة الكبرى، لا يمكن استمرار دخل اشتراكي وصرف رأسمالي ويعني حوالي 10% أو 20%، وهذا يعني سيء جدا. نحن الآن وقعنا في أزمة، أزمة حرب 10 سنوات، أزمة طاحنة، في عنا أعداء، في عنا مشاكل، بس ولكن هل احنا تحدينا هذا اقتصاديا؟ سياسيا تم التحدي، أما اقتصاديا لا، ما صار. الآن نحن نطلب أن نضع قوانيننا ونضع أفكارنا ونضع تجارب الدول والعالم كيف يخرجوا من هذه الأزمات. لذلك المشكلة هي عبارة عن دخل وصرف. نعم. طيب، انطلاقا مما سبق، لو أردنا أن نضع المحاور الأساسية لآليات تطوير السياسة الاقتصادية في سوريا، ما هي أهم هذه المحاور؟ يعني نحن في عنا عوائق ومعوقات. أهمها هو في قوانين غير مناسبة، ما زلنا ننادي بها من فترة إنه هذه القوانين غير يعني غير صحيحة لتخطي هذه الأزمة. منها قانون المنصة يلي استمرنا فيه عدة سنوات، أتعبنا وكثير من التجار أو الصناعيين اعترضوا وتركوا في النهاية عملهم. الآن في عنا 1070 1071، طبعا بعد المطالبة شالوا 1070 ولكن طلعوا 970. طيب شبيه هذا أو قريب؟ لا، نحن بدنا هذا نترك. في عنا قانون 3 و4 وفي عنا القانون رقم 8. مجموعة القوانين هي اللي عم تخلي التربة غير آمنة اقتصاديا. نحن بدنا تربة آمنة اقتصاديا لنعيد السوريين اللي خرجوا رأس مالاتهم لبرا ونستورد رأس مالات أخرى، وتكون التربة جيدة، تربة رابحة، بتلاقي رؤوس الأموال اجت لسوريا طبعا بشكل كبير. نعم. وأيضا يعني حضرتكم كقطاع تجاري، قطاع أعمال تجاري وأيضا صناعي كمان، كان في كثير من الاعتراضات ليس فقط على موضوع المنصة وإنما ارتفاع تكاليف الإنتاج مثلا، منها ارتفاع الضرائب أيضا. إذا يعني إذا أردنا تلخيص هذه التحديات وأهم هذه التحديات بآلية عمل المنصة، ارتفاع تكاليف الإنتاج، ارتفاع الضرائب، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، هل تتفق معي في هذه المحاور؟ طبيعي، لا دائما هو ارتفاع السعر هو نتاج
عدة معوقات ليس معوق واحد. يعني مثلا رؤوس الأموال تهرب أو تخرج إلى خارج التداول، ما بدنا نقول إلى خارج الدولة، تخرج إلى خارج التداول، وبتلاقي التربة غير صحيحة بتبعد بتوقف. يعني هذا بيخلي القلائل اللي عم يشتغلوا بيصير احتكار، يرتفع الأسعار. الطاقة، والآن مثلا لما نقول إحنا زادت الطاقة بهالشكل، زادت 5 إلى 10% على المنتج، زادت 5 إلى 10% على التوزيع، زادت 5 إلى 10% على البيع، تشوفين تراكبيا أو تراكميا بيزيدوا 50%. إذا الطاقة إلى أثر. الضرائب، وأنا ما لي عارف، ما في وضوح للضرائب، أنا ما يعرف كم بدي بحط أعلى سقف ممكن يجيني، لأنه إذا أجاني أعلى من اللي أنا متوقعه صرت خاسر. بيرفعوا الضرائب بشكل إنه ما بدنا نرفعوها، ولكن بما أنه ما في وضوح، وأنا قلت لمصلحة الضرائب أعطونا ورقة كاملة، ورقة بسيطة أنه بيطلع عليك ضرائب بالشكل هذا. هذا الكلام بيصير حسابه بشكل صحيح. معوقات، كل ما صار معوقات كل ما ارتفع السعر. أستاذ ياسر، دعنا نناقش آليات حل هذه المشاكل لهذه المحاور التي ذكرناها بالتفصيل، ليكون لحوارنا هدف ونتيجة. إذا أردنا البداية من موضوع المنصة، حضرتك ذكرت بأنه صدر القرار رقم 970 الخاص بآليات تمويل المستوردات وتعديل عمل منصة التمويل. ما رأيكم بهذا القرار؟ أين أوجه الخلاف التي واجهتموها بهذا القرار؟ وما هي الإشكال وأيضا ما هو الحل؟ هلأ احنا المنصة هي مسكة الفلوس السورية والفلوس الأجنبية للسوريين، مسكتها بطريقة خلتها غير قابلة للتداول، وهذا هو المشكل الأساسي. يعني أنا معي بدي اشتري بضاعة ب$100,000، قال لازم سدده للمنصة، بعد 3 أشهر بيجي دوري، خلال الفترة بيقبلوه بالسوري، فرقه بيجي 30% بدي رد أدفعه، أعطوني تكاليف أولية 30%، إذا هي بدها تنضاف للتسعيرة. وقت بيجي المواطن بيقول ليش أنت زايد أسعارك؟ أنا مالي زايد، بس شوفوا مين أخذ 30% دول. وتنادينا فيه بالأخير، شكرا مجلس الشعب استجاب، وشكرا مجلس الشعب فات بموضوع أنه في عنا أزمة وفي عنا مرض الآن اقتصادي، بس المشكل حطوا الآن الحل، وأنا هذا اللي بعترض عليه، ردوا اللجنة الاقتصادية زائد مجلس الشعب، قال بدهم يتشاركوا ويطلعوا قرارات. ألم تكونوا موجودين في ذلك الزمان؟ ليش تأخرتوا؟ إذا كان عندكم الحل وما قدمتوا لنا إياه خلال 3 سنوات هذول، في خطأ. وإن ما عندكم حل ما استفدنا شيء. بدنا الآن بعد الأزمات يجب الخروج من التفكير العادي، بدنا نطلع برات الصندوق. كله بيقول تفكير خارج الصندوق، نحن لا، حاطين حالنا في صندوق وقافلينه ومضيعين المفتاح. لذلك تم المطالبة بإلغاء عمل المنصة، والبعض فهم من الموضوع بأنه المنصة التغت، ولكن هي حطونا 970. 970 رد عمل، يعني عمل مشكلة بالأموال الداخلة من برا. لحنا المشكلة الأساسية في أموال هاجرت لدول تانية واستخدمت تهنيك المال تبعها بغرض الراحة، بغرض الأمان. هي كيف بدي رجعها؟ إذا بدي رجعها بدي أقول له وين مصدرها؟ ما حدا بيحكي وين مصادر ماله. تاني شيء، قال لا بدي أخذ ورقة من البنك المركزي وبدي أخذها لمصلحة الجمارك. ليش التعقيدات؟ أنا بدي أبعت 10 طن سكر من دبي، من هولندا، من كذا، دخلوا للبلد، خلاص اقبلوا، لحنا بدنا مال يجي للبلد، اقبلوا المال. لا، هالمال اللي بده يجي بدنا نعمل له عقبات، بتعمل له عقبات ما بيجي، يا رب يروح لغيرنا. المال دائما هو سلاح سريع الإطلاق، وين ما بلاقي تربة صح بيعود. صحيح. لذلك نحن عم نمنع المال الداخل. طيب، خسارة القطع الغير ممول من المنصة، ما الذي سيتحمله؟ هل المواطن أم التاجر؟ المال اللي ما بيجي من المنصة، هذا الفرق الذي حصل والذي اشتكيتهم عليه، المواطن، لأنه التاجر بده يحط تكاليفه، إذا ما عرف يحط تكاليفه هو مو تاجر. ما بيصير تاجر يشتغل ويخسر، يعني ما بيصير، بس هو عم يخسر بالحقيقة. وما بيصير طبيب يشتغل في عمليات فاشلة، كيف بيفشل الطبيب إذا عمل عملية؟ والتاجر إذا عمل عملية اقتصادية خاسرة بيكون فاشل. هو عم يحط التكاليف، بس بالأخير لا هو رضيان ولا المواطن رضيان ولا الدولة رضيانة. طب هل تم الموضوع خاطئ؟ هل تم المطالبة مثلا بتعويض هذه الخسائر من قبل الحكومة للتجار الذين خسروا بهذه الفترة الذي تغير فيها سعر الصرف؟ ما حدا بيسمع هالكلام، بيقول لك التاجر دائما رابح. نحن عم نطالب زيلوا هالنقطة، هي خطأ، قيموها، خلص حاجة، اكتفينا. وبعدين تجربة المنصة نفسها، أنا داير الدنيا كلها،
ولا دولة في العالم في لها التجربة هاي. منين اخترعتوها هاي؟ اختراع خاطئ. طيب وانتو حبيتوا تجتهدوا واجتهدتوا شهر وشهرين، اما تخيلوا سنوات بعدين بتزيلوه وطالبنا بإزالته بتحطوا لي واحد مثل حكايته 970، ليش هيك عم تشتغلوا؟ في غلط. اذا ما كلياتنا بنكون سوا، احنا بدنا نمشي مواطن وتاجر ودولة ووزارات بنفس الخط طبعا، ونقوي بعضنا ونجي عكس بعضنا، عكس بعض ما حطي مثل كأنه دائرة مرورية كله فايت بعض وقفت. صحيح. لا، رد عمين خطوط وحط خطة وبدنا نمشي بالطريق حتى كلاتنا نساند بعض ونكون أقوياء. ويجب للأمانة أن تكون هذه الإجراءات سريعة، يعني نحن في وقت حضرتك ذكرت أنه نحن بتنا في خطر، الاقتصاد السوري في خطر، إن لم تتخذ هذه الإجراءات بسرعة وليونة أيضا أكبر، فهذا لا يعني شيء، يعني بعد ما يطلع القرار بعد كذا شهر لحتى يتم في إجراء إن كان إعادة النظر بهذا القرار أو تعديله أو ما إلى ذلك، أيضا هذه إحدى المشاكل يعني الكبيرة. اجتماع الاستثنائي لمجلس الشعب كل توقع انه ان يكون حلا، اما ان يكون تشكيل لجنه، طيب انتم ليش ما شكلتوا قبل؟ بده سرعه الان بدأ. الشعب ما عاد يقدر يتحمل، يلي عنده بيت باعه، يلي عنده سياره باعه مشان يرمم حاله ويزوج بنته يزوج ابنه يمشي اموره، اما نهايتها كارثه اقتصاديه. ونحن عم نقول وفي خطط وفي حلول، نعم، يعني هذا الكلام نحن بنقول انه والله نحن عم نوصف المشكله، اما ما في حل، لا في حل. الطريقه الحل اللي الغاء هلا مبدئيا الغاء المنصه كافه، الحل تداول القطع الاجنبي يتداول. نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع ايضا، الحيازه وتداول القطع الاجنبي، لكن بالعوده الى المحور الثاني من المحاور والتحديات الاقتصاديه الاساسيه والمتعلق بارتفاع كلف الانتاج وايضا عدم موائمتها لاسعار المستهلك النهائيه، ما رايكم بذلك؟ كلف الانتاج بتجي طبعا أنا وقت بدي صنع بمعمل قطعة واحدة وعندي 1000 موظف بتكلفني القطعة 100,000، أما وقت بدي أصنع 100,000 قطعة وعندي 100,000 موظف بتكلفني واحد. لذلك من أهم عوامل كلف الإنتاج هو ما ستنتج، كيف بدك تنتج إذا ما عندك استهلاك؟ طبعاً. الآلات بجوز ما تكون موجودة، يجب أن نكبر إنتاجنا. الصين اعتمدت على تكبير الإنتاج، عم صارت سلعتها رخيصة وما عاد حدا يقدر ينافسها. إذا واحدة منهم الإنتاج. ثانيا الإنتاج بدون مواد أولية، إذا حصرت لي ما بدك تعطيني مواد أولية وقفت لي إنتاج. الإنتاج بده طاقة، إذا حصرت ما عطيتني طاقة صار بدي واقف الإنتاج. الضرائب، القطع، الكذا، كل الأشياء هي وتحصر لي إياها ترتفع فورا كلف الإنتاج. صحيح، يعني على الرغم من تعالي الأصوات الصناعية والتجارية حول ارتفاع كلف الإنتاج، إلا أننا ما زلنا نتعمق في هذه المشكلة الأكبر الاقتصادية والمتمثلة بأنه مع كل ارتفاع في كلف الإنتاج هناك انخفاض في القيمة الحقيقية لرواتب العاملين والذين هم بالنهاية المستهلكين النهائيين، وبالتالي هو ما يدفع إلى مزيد من الركود الاقتصادي وإلى تعمق الركود التضخمي. ما هو الحل لهذه المعضلة الاقتصادية؟ الحل بسيط، رغم أنه وصفتي أنت أكبر مشكلة في العالم، الحل بسيط جداً. أنا بدي ما بيكفيني دخلي للصرف، بدي أرفع الدخل، بدي أرفع الدخل مو بدي أرفع الراتب. نحن كل سياسة الدولة الآن وكل اللي عم ينحكى أنه بدنا نرفع الرواتب. طيب الرواتب من وين بدها تجي؟ من الدولة. الدولة ما عندها مشاريع، أما أنا الآن صحيح. عندي لو فرضنا سيارة واحدة أجرة، أنا عم أجر سيارة، بدي أرفع دخلي بجيب سيارة ثانية، وصار عندي 10 سيارات ارتفع دخلي. لحنا الآن أين المشاريع الجديدة ومن هو مسؤول عن المشاريع الجديدة؟ بنشوف مثلا وزارة التجارة كأنها ما دخل بالموضوع هذا، وزارة الصناعة ما بتعطي، وزارة الاقتصاد بتقول لحنا خفضنا، تفتخر أنها خفضت الاستيراد. طيب خفضنا الاستيراد، خفضنا العمالة، خفضنا الدخل، خفضنا العكس. العكس هو الصحيح، كل ما رفعنا نحن الانتاج، كل ما رفعنا الاستيراد بيرتفع التصدير، بيرتفع لذلك ازداد دخول القطع الاجنبي. في عندنا مشكله بالقوانين، بالفكر الاقتصادي. صحيح. نحن يجب ان ناتي بفكر اقتصاد جديد. على سبيل المثال قلت لك انا زاير العالم كله، رواندا غيرت فكر الاقتصادي، ام صارت عروس افريقيا. صحيح. كانوا يقتلوا بعض، احنا كنا نفتح التلفزيون تحدثنا كثيرا بهذه التجارب الناجحه، رواندا، سنغافوره، الهند، الكثير من هذه الدول. الصين انا فاهم الصين يعني انا بروح للصين من 86 للان. انا وقت كانت الصين شيوعيه واشتراكيه
والان انتقلت لنظام وحيد ما في مثله بالعالم، هي الاشتراكيه الراسماليه، يعني غريب يعني نموذج. الصين ما قدرت ترتفع وترتقي الا لغيرت فكره الاقتصادي، صحيح، فكر الاشتراكي، قالت خلينا نستفيد من محاسنه ونشوف الفكر الراسمالي ونطلع بيناتهم، أم طلع فكر وحيد. لحنا سوريا حضاره اقتصاديه عاليه، دمشق وحلب حضاره اقتصاديه عاليه مشهوده لها، طيب ليش هذا ما بدنا اياه؟ ما نحن ذكرنا كثيرا في هذا البرنامج وفي هذه المنصة لماذا لا يتم الاستفادة من هذه التجارب الناجحة. يعني هذه الدول التي تتحدث عنها انطلقت من العدم، الكثير من الدول ليس لديها أصلا موارد لا طبيعية ولا مادية ولا أي شيء، ولكن يعني اشتغلت على نفسها، بحثت ووجدت طريقة أو بأخرى لأن تنهض بهذا الاقتصاد. نحن نختصر مدة زمنية من التعافي الاقتصادي ونأخذ هذه التجربة الناجحة ويتم تطبيقها طبعا حسب الظروف والإمكانيات والبيئة الموجودة، والثقافة نعم. والمجتمع والاجتماع والبنية الاقتصادية البنية الفكرية. نحن نستطيع أن نقدم نموذج أفضل من نموذج سنغافورة، أفضل من نموذج رواندا، بنغلاديش بالتأكيد. بنغلاديش الآن مسيطرة على صناعة الألبسة، حطت خطة، ونحن جدا شبيهين بالصين. أنا بعرف الشعب الصيني وزايره عدة مرات، لحنا كإنتاج، لحنا بجهد الشعب الصيني، بدقة الشعب الياباني، لحنا دقيقين، والمنتج السوري دقيق والفكر السوري دقيق. شوفوا القديم، شوفوا آثارنا، شوفوا زخارفنا، شوفوا البيت الدمشقي. نعم. لحنا أقوياء، أما القوانين الموجودة يعني خليني أقول خاطئة. نعم، يعني أصلا هذا يذكرنا بما حدث بأوروبا، أزمة الكساد الكبير عام 1930، هكذا انطلقت، الجميع يتحدث أنه هناك زيادة في الإنتاج، تخفيض في رواتب العاملين، وبالتالي انخفاض المبيعات، وأيضا توقف عجلة الإنتاج، توقف المصانع، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة. أهم نقطة الإرادة. الآن عنا إرادة، نحن نصير دولة عظمى اقتصاديا. ما المطلوب رقم واحد في هذا الموضوع؟ الإرادة، إنه بدنا. بعد على بدنا كتير عم نسمع بدنا. لا، حقيقة ما بدنا. وقت ما نقول بدنا إرادة فورا، ما هي الخطة؟ الخطة، أعطيني خطة الآن. لحنا 2023، أعطيني 2035، أعطيني 2045، أعطيني 2050. أنا أقول إنه دمشق يجب أن تكون عروس العالم 2050 كما كانت 1950. يعني ما عم يجيب شيء خيالي. نحن كنا 1950 دمشق عروس. يعني هلا المواطن اللي عم بيسمعك بيقول نحن ما بدنا نرجع لهي الفتره، ولكن نستطيع على الاقل كما السنوات القليله الماضيه انه ناكل نشرب. يعني نحن وصلنا لمرحله القدره الشرائيه للمواطن. الاكل والشرب ليس هدف، صعبه يعني الاكل والشرب اصبح هدف للمواطن. إيه بس هذا بالحقيقه اللي بده يخطط، هذا هدف خاطئ. اكيد الهدف الاساسي ماذا نريد ب 2025 و 2035 2050. لحنا بدنا نكون دوله اقتصاديه عظمى، انا هذا الذي اريده. في ناس بتقول عم يحكي كلام بيقولوا بالشامي فوق الاساطيح، ولكن التمني مع العمل يصل الانسان الى هدفه. لحنا قادرين، ما لنا خفاف، ليش عم نروح نصير قوايا بدول ثانيه؟ صحيح. الان في مصر قال بدهم طالبوا قال انه يكون وزير صناعه سوري، في وغيرنا لهم التست تبع الذوق تبع اكلهم باوروبا. نحن بتركيا يلي هي بيقولوا انه صدرت لنا الذوق والطعام، الان كل المطاعم السوريه في تركيا رقم واحد، في المانيا، في الصين ما في مدينه ما في مطعم سوري. نعم. لذلك نعيد القنا، نعيد فكرنا، نحن مثقفون، نحن حضاريون. إذن إعادة دوران عجلة الإنتاج عن طريق ليس فقط زيادة الدخل، وإنما الاتجاه نحو بناء المصانع، بناء معامل، زيادة العمال، وبالتالي يرتفع وتنخفض تكاليف الإنتاج. هذا الكلام 100% أول إرادة، ثانيا خطة، نعم. ثالثا كيفية المسير، بعدين تقييم. نعم. طيب أستاذ، إذا أردنا أن ننتقل إلى المحور الثالث والذي تحدثنا عنه وهو موضوع الضرائب في سوريا، ناقشنا أيضا مع المسؤولين عن إدارة الضرائب المباشرة والغير مباشرة في منصتنا، آليات عمل الإدارة الضريبية بعد التحديثات الأخيرة وإدخال الربط الإلكتروني للفواتير. الآن وبعد مرور فترة من الزمن على هذه الآلية، ما رأيكم بها وكيف يمكن تطويرها؟ أول شيء برنامج
الالكتروني. انا بالبرمجيات منيح، عندي خبره. البرنامج الموضوع للضرائب والربط الضريبي رائع البرنامج، نعم، ولكن هل الوقت مناسب؟ هي اول نقطه. ثانيا، لماذا غير مناسب؟ انا عم اسال الان. ثانيا، الربط الضريبي بده يكون في دخل حقيقي، وبده يكون عفاءات ضريبيه معينه. هي لسه ما راكبه مع بعض. انا بدون ما نفوت ب مناسب ولا غير مناسب، ممكن اعطي نموذج اخر وانا حر. الصفريه الضرائب كلام قاسي، ولكن هو غايه في الاقتصاد. الدول العظمى اقتصاديا في 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 النهضه الاقتصاديه كانت صفريه الضرائب. هونغ كونغ ابتلعت بوقت معين، ابتلعت الصين بصفريه الضرائب، دبي ابتلعت العالم العربي بصفريه الضرائب. نجي من أول، ولكن في سوريا لا يمكن خفض حصيله الضرائب في سوريا في ظل الاوضاع الاقتصاديه الحاليه، بكون الضرائب والرسوم تمثل الجزء الاساسي من واردات الخزينه العامه للدوله. هذا كلام جميل ونسمعه، بس انتم ممكن تسمعوا كلامي كمان. ما عندنا الان غير حصيله ضرائب ورسوم. اذا وفرنا لكم حصيله اخرى وخلينا الضرائب والرسوم صفريه، ما ممكن نحلها؟ لحنا حطينا حالنا ببوكس انه ما عندنا غير هذا. ليش ما عندنا غير هذا؟ انا ممكن نسوي البدائل، بس ناقشونا فيها. عدوا كمثقفين، كاقتصاديين، كحضاريين، عدوا نتناقش. انا الان دبي، مثال بسيط جدا جدا، كم رسم غرفه التجاره في السنه للشركه؟ تصل الى متوسط 20,000 درهم، 5,000 دولار رسم غرفه التجاره، وهن صفريه الضرائب. اعطيني من متوسط دخل الدولة اللي عنا من الشركات السورية من الضرائب والجمارك، هل يصل ل 5,000 دولار؟ طيب هدوك اخذوهم من قرنة واحدة وعملوا لك صفرية الضرائب. لا يعني صفرية الضرائب انه ما في دخل، ولكن تغيير البوصلة، لانه هي الضرائب كلمة قاسية. صفرية هو يمكن يعني كلمة تحسين منشطة. إدارة هذه الضرائب مثلا عن طريق إدخال مطارح ضريبية جديدة، موضوع التهرب الضريبي. وأنتم كمكلفين كقطاع تجاري خاص في سوريا المعنيين بهذا الموضوع، يعني كمان أرقام التهرب الضريبي باتت مثيرة للقلق. لذلك خلينا نغير المعادلة. أنا هذا عم بحكيه، منغير المعادلة، نقول له أخي ما بدنا منك ضرائب، أنا بدي 2% منك من مبيعاتك. VAT، هدول بيقولوا لبرا VAT. خليني أقول صفرية الضرائب VAT. بالأخير أنت ما عم تاخذ 2%، ما دام الآن الربط الإلكتروني. هون بقى السؤال تبعك أنا بجاوب عليه. الآن الربط الإلكتروني رائع، ما دام هناك ربط إلكتروني خذ مني 2% المبيعات، سهلة خلصت القصة انتهت، وبفتح دفاتري وبطلع على شركائي وبصير عقودي واضحة. الربط الإلكتروني يجب أن يتم مع حرية فتح الدفاتر، حرية المشاركات، بصير الموضوع سهل، بتنتهي القصة وما عاد بدنا كل لا احنا بدنا نبعث اشخاص ويقولوا للتاجر انت كاذب، والتاجر بده يخبي وكذا. بعدين يعني ما له طعمه. في شيء تاجر يسدد وتاجر لا، يعني صرنا هيك عم نشتغل. طيب ما بنشتغل هيك، خلاص بدنا 2% على مبيعات الكذا، 10% على السياحه، 3% على الصناعه، كذا خلصت ماشي ماشي كلها مع بعض ومحطوطه ومرتبه وخالصه. لحنا وضوح التكاليف يؤدي الى خفض الاسعار، صحيح، يؤدي الى علاوه الرواتب. انا وقت عندي مرتاح بطلع بحسب من اول السنه، انا عندي السنه 100,000 ليره ربح، بقدر اعطي 50,000 للموظف اللي عندي، انتهت القصه خلصت. بينما التضارب هي في القوانين، بعدين هالقوانين وزاره التجاره مثل قوانين ماشي بنفس المسار تبع وزاره الماليه. وزاره الماليه بتقول انت كمكلف انت ارباحك 15%، وزاره التجاره بتقول له لازم تربح انت 10%. طيب انتم عم تقعدوا مع بعض، كمان بده يكون هذا مرتب مع بعض. اعطوني انا ورقه واحده. انتم الان في عنا ما بدي ورقه وزاره، بدي ورقه رئاسه وزراء. بعد ما انهيتوا المعادله اعطوني ورقه واحده، مشان اذا بدي اجيب صديق لي يستثمر منك بقول له هي الورقه شوف شو سهله. اما بدي اقول له انا مالي عرفانه، انا مالي عرفانه ومضاربه ما بيجي طبعا.
طيب بما أنه ذكرت موضوع الأسعار وارتفاع الأسعار، إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع ارتفاع الأسعار العالمية بشكل عام ولا سيما في السلع الأساسية وآخرها ارتفاع أسعار الأرز والأقماح، وذلك بسبب القرارات الصادرة عن الحكومة الهندية بمنع تصدير الأرز وأيضا الإشكالات بين روسيا وأوكرانيا، كيف يؤثر هذه الإشكاليات وهذا الموضوع على القدرة الشرائية للمواطن والتي هي بالأساس متهالكة أصلا ومصنفة دوليا ضمن الفئات الهشة والضعيفة اقتصاديا؟ نحن أنا تكلمت في مثل هالجلسات هي على المخزون الاستراتيجي القوي، بيكون عنده مخزون استراتيجي، وبيصير عنده مخزون استراتيجي ما له خايف من تغير. يعني مثلا الصين، بعطيك الصين بتروح بتعمل صفقات بتشتري مثلا حديد لمدة سنة وبتثبت سعره بتبيعه للناس، بس هي بده يكون عنده مخزون استراتيجي. لحنا عم نشتري عم يكون عنده مخزون ايام لشهر ل 15 يوم ل 20 يوم، وبيصير هزه وبتصير هزه برا دغري متاثر. لا، من المفروض لحنا كوزارة تجارة، كوزارة اقتصاد، كوزارات مع كتخطيط يكون عن مخزون استراتيجي، وهذا دعينا له كثير. بس المخزون طب هذا المخزون الاستراتيجي ماذا يتطلب؟ صفرية الضرائب. وقت بيكون في صفرية الضرائب منخزن، ليش ما نخزن؟ منجيب. وقت بيكون في سهولة بدخول المال وإخراجه منجيب منخزن. ليش الإنسان يروح التاجر يخزن بلبنان أو يخزن بدبي؟ بخزن عنا، صار عنا مخزون، صار منا خايفين، صار عنا مخزون استراتيجي. لذلك أنا وقت عم حط كل النقاط مع بعضها بالنهاية تؤدي إلى ثقة بالمخزون الاستراتيجي، وتؤدي إلى ثقة اقتصادية في أمان اقتصادي. لحنا ما في أمان اقتصادي، أي هزة المتة بتغير شيء ما بعرف شو. أي مادة مشكلة تلاقي تغير الأسعار عم بيكون بين اليوم والثاني، يعني والخوف والخوف. يعني مثلا بيزداد لو فرضنا صار حرب بين أوكرانيا وروسيا، لكن لسه ما صار الحرب وزاد السعر عنا، اهدوا شوي. ليش؟ لأنه ما عنده مخزون. أما بيكون فلان عنده مخزون وفلان عنده مخزون بيطبع للمنافسة الداخلية بيصير السعر عادي. لحنا يجب أن نغير التفكير، أنا عم أقول تغيير بنية التفكير الاقتصادي. لحنا ما نضعاف، لحنا أقوياء. تتحدث عن المخزون الاستراتيجي، قصدك المخزون الاستراتيجي للدولة التي هي مسؤولة عنه وليس المخزون الاستراتيجي لكل تاجر على حدة، لأنه حاليا بما أنك ذكرت موضوع المتة أو السكر أو الأرز بنلاقي بس تبلش في أخبار عن أي قرارات جديدة ممكن تطلع التاجر فورا بيسحب البضاعة بضبة وبينطر يومين ثلاثة وبيرجع بدوب الأسعار، مع أنه هو جايبها مثلا على الأسعار القديمة. لا يوجد دولة بدون مواطنين. مجموع المواطنين يساوي الدولة. الدولة بتفكر بهدول المواطنين كلهم. وقت بنقول مخزون استراتيجي، لا مو بضروري كني بس حاطه أنا بسوريا للتجارة، لا ممكن يكون عند فلان وفلان وفلان وفلان، والدولة قادرة فهمانة قديش مخزون استراتيجي. المخزون الاستراتيجي كأمة كدولة كلياته مع بعض، مو كدولة بس، الدولة في عندها. طب كل واحد عم يتصرف على حدة يعني. وقت بس بيكونوا 10 ما بيتفقوا. أما بيكونوا 2 تلاقيه هي اتفقوا ترفع الزيت اليوم، ترفع السمنة، ترفع السكر. أما وإذا كانوا 100 واحد ما عاد يقدروا يتفقوا، بالعكس كله بيفقس مع بعض، بيقول له تعال بيع ب10 بتلاقي واحد باع ب9، واحد باع ب8، لأنه بالأخير في تنافسية. التنافسية هي بالدورة الاقتصادية. صحيح. والدورة المالية. لذلك لحنا يعني منطالب بتغيير الفكر هذا. لحنا عم حط الفكر كله بالأخير بيصفى واحد للزيت أو 2 للسكر أو 3 للسمنة، خليه كله يشتري، خليه كله يجيب، بيصير عنا هون في عنا أمان. صحيح. بيصير هذا مخزن وهذا مخزن. ليش نخزن بدبي؟ تجار سوريين كتير عم يخزنوا بدبي. صحيح. تجار كتير سوريين عم يخزنوا بلبنان، خلينا نخزنوا هون. لأنه التربة مو صحيحة. قل له ما في جمارك فوت البضاعة، فوت. قل له ما في ضرائب عليها، فوت. قل له بس أنت بالأخير في عندك تحصيل. أنا مالي اقتصادي فاشل قول بالأخير بدي خسر الدولة. لو بدي خسر الدولة كنت أنا خسرت، ما عم مشيت بتجارتي. أنا بدي أربح وربح الدولة، بس مو من الباب اللي هو غلط. لحنا وقت بنقول بدي ارفع الجمارك غلط، مو بالاساليب القديمه التي كانت متبعه، خلص في اساليب جديده. يعني الان في 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 عمله رقميه، في صحيح. تجاره رقميه، في الان ما بدنا مخازن. امازون ما عنده ولا محل، علي بابا ما عنده متاجر، كل عم يشتغل. لا، لحنا بدنا نمشي بنفس الاسلوب القديم، لا بدنا نغير. غيروا التركيبه الاقتصاديه. نعم. افضل وقت لتغيير التركيبه الاقتصاديه متى؟ بعد الحروب.
بالتأكيد هي فرصة. ألمانيا فرصة جداً. ألمانيا أنه سويت حرب، فرصة اليابان أنه إجاها هيروشيما. دائما كنا نقول بأن الحروب في الجانب الإيجابي لها تستطيع التغيير، هي أنه فرصة لحتى ترجع تبني من أول وجديد، تستطيع التغيير. قول أنا بدي غير. أنا كنت ماشي بالنظام الاشتراكي، أخي خلاص بدي أمشي بالنظام الرأسمالي، وين المشكلة؟ بدي أمشي طيب. بالنظام الروس السوري. أنا أستطيع الآن، مو أنا يعني أشباهي يستطيع أن يرسموا اقتصادا سوريا عالميا. ما عم نحكي احنا كلام لأن نقول والله دولة عم يتفائل كثير، لا عم نقدر، عبارة عن دراسات، منشوف الشعوب شو اشتغلت ندرسها، والحمد لله الآن الموبايل بيعطيك كل العالم. حطية بفكر صحيح، بصدق، بصدق النية، بصدق، بعفوية، بيطلع الموضوع. طيب صحيح. أستاذ ياسر، قبل أن نذهب إلى التقرير أريد أن أسألك باختصار عن موضوع تكاليف حوامل الطاقة الذي أيضا بات مشكلة لم يتم حلها إلى الآن، وبالمقابل الحكومة أيضا طرحت موضوع الطاقات البديلة. هل ممكن أن تكون الطاقات البديلة هي تعويض أو بدل عن الوقود التقليدي؟ لحد ما نعم، لحد ما نعم. يعني مثلا أنا الآن أنا عندي سوبر ماركت، شو المانع يصير عندي طاقة بديلة وبنفس الوقت طاقة من الدولة لعمل الآليات الصعبة أو اللي بدها طاقة عالية؟ طيب ما المطلوب لنشر هذا الموضوع يعني وتعميمه ونجد حل، لأنه الدولة لم تطرح هذا الموضوع من يوم أو يومين. يعني الآن في عنا شو المشكلة؟ في عنا مال بالبنوك، مال سوري موجود. نعم سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع. هذا يجب أن يكون هناك من الدولة ومن الحكومة دعم لهذه الطاقة البديلة بمكانة، مو بالأمكن الكاذبة. أنت الآن بيجوا بيشوفوا حاجته، انت مخزن نعم. عندك بدك 3 كافئة، هذول بنقدر نعطيك تسهيلات فيهم لمدة 3 سنوات 5 سنوات بدون ضمانات وكفالات وما إلى ذلك. نعم سنتابع هذا الحديث، ولكن مشاهدينا دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. بقي الاقتصاد السوري مقيداً بالعقوبات، ما أقر على تأخر انتعاش الاستثمار وضعف وتيرة تحسن الإيرادات. مؤشرات الازدهار الاقتصادي انخفضت متأثرة بتبعات الأزمة الداخلية والانكشاف على أثار الحرب الأوكرانية التي صعدت بمعدلات التضخم العالمية، لكنها لم تلامس معدلات التضخم في سوريا. فالحكومة أقرت في الجلسة البرلمانية الاستثنائية بعدم استقرار الاقتصاد الوطني، وأن لجم ارتفاع سعر الصرف وضعها أمام انكماش وتراجع كبير في الانتاج، لتقع في حيرة من أمرها مع استمرار الارتفاع والتراجع، منوهة إلى خطوات باتجاه رفع الدعم وتقليص التوظيف. القرارات الاقتصادية والنقدية المتخذة لم يكن لها نتائج مستدامة على الاقتصاد السوري، ومن أكثر ما شاع ذكره في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية هو المنصة، التي ثبت فشلها لما تسببت به من رفع لتكاليف التوريدات وتقييد لمصادر التمويل وصعوبات تخليص المستوردات وتراكمها في المرافق، وهو ما انعكس بمجمله على المستهلك النهائي. المستهلك النهائي يبدو أنه المتأثر الوحيد في هذا الحال، فبعد نجاح الجهات المعنية في معالجة التهرب الضريبي ورفع الضرائب، صب الانعكاس الضريبي على هذا المستهلك، فالشرائح التي تسدد الضريبة تعمل على تحميلها له، فضلا عن ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة التي تصب في جيبه أيضا بقدرة شرائية تكاد تكون معدومة، تبطئ دورة رأس المال وتؤدي لإخراج الكثير من المنشآت الخدمية والتجارية والإنتاجية من سوق العمل، وهو ما يعيدنا إلى التغيرات اللحظية في سعر الصرف والجباية التي تفقد الاقتصاد القائم عليها التنمية المستدامة. كل هذا يذهب بالاقتصاد إلى الهاوية في حال لم تتم التحديثات المطلوبة لانتشال ما تبقى من اقتصادنا من خلال تشكيل بيئة استثمار جذابة ورفع الحظر والعقوبات المالية واستقطاب استثمارات ذات ثقل تؤثر في سوية الانتاج وتنعكس على الاقتصاد لتفادي الوقوع في أزمات كساد أصبحت أقرب إلينا مما نتصور. أستاذ ياسر، يعني بالنظر إلى التضخم المتزايد في أسعار الصرف تطرح العديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية أفكار وآراء حول ضرورة التحول نحو الشمول المالي، وذلك بتشجيع عمليات الدفع الإلكتروني للتخلص وتخفيف التداول النقدي بأوراق البنكنوت. ما رأيكم بهذا الموضوع، وكيف يمكن تسريع وتفعيل آليات الدفع الإلكتروني، وما هو فوائده الاقتصادية بشكل عام؟
هو الدفع الإلكتروني هو نتاج عمليات، دائما برامج الكمبيوتر هي عبارة عن نتاج معادلات، إذا كانت معادلات صحيحة يكون الخرج صحيح. الدفع الإلكتروني هو لازم يكون نتاج عمليات أولا، وثوقية الضرائب. أنا إذا خايف المال تبعي ينحط بالبنك يروح للضرائب، ما بحط ولا بشتغل هالعملية، وبحمل الكياس مصاري وبروح بدفع. إذن لازم يكون موضوع الضرائب سهل. هي أحد الحلول لامتصاص السيولة الموجودة في السوق والاستفادة منها بالتالي. ولكن بدك تشجعيني حط تعطيني الأمان أول وحدة. كيف الأمان؟ إنه أخي هذا المال الموجود أنت ضرائبك خلص صرت حتمية، انتهى الموضوع، أنا وياك اتفقت وارتحنا وخلصنا 2% 3% مشيت القصة. إذن وضوح الضرائب. ثاني وحدة، أنا يجب أن يكون أنا وياك شريك، يا دولة يا حكومة شريك، أنه المال اللي حطه عندك يستخدم في أماكن صح، مو تاخده تحتفظ فيه وتحديد سقوف للسحب ما ترجع لي اياه وهذا مو تبعك وانت منين جبته وبدك تدفع 10% من ثمن البيت وبعدين 90%، هذا كلامه صحيح. لحنا بده يكون في عنا اريحيه، يجب ان الحكومه تعرف انه هدول اولادها وهدول الاولاد يعرفوا ان الحكومه ابوهم وامهم، يجب ان تكون هالعلاقه. لذلك بصير هي نهايه هو الدفع الالكتروني الصحيح. نعم. طيب، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوريا تمثل غالبية إن لم يكن جميع الشركات والمؤسسات العامة في سوريا والخاصة، ولكن هذه المؤسسات والشركات تعاني من مشاكل كبيرة وأهمها موضوع التمويل الكافي. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع ولا سيما كونكم يعني قطاع أعمال تجاري سوري، هل كنتم مثلا بحوار مع الإدارات المصرفية العامة والخاصة للاستفادة من هذا الموضوع بهدف إزالة العقبات المصرفية الخاصة بتمويل القروض، مثلا موضوع الضمانات المصرفية، حل هذه الإشكاليات التي تحدثنا عنها وقلنا بأنه يجب الاستفادة من السيولة الكبيرة الموجودة في المصارف إن كانت خاصة أو عامة بالإنتاج؟ دعيني أعطي فكرة نابعة من خبرة. أهم دولة في العالم في الشركات الصغيرة والشركات العائلية هي سوريا. هذا الكلام يمكن ما حدا عارفه. لحنا بشركات الصغيرة مبدعين وبشركات العائلية مبدعين. أكثر الدول معتمدة إما شركات كبيرة أو معتمدة مجلس إدارات أو كذا، لحنا شركات صغيرة أقوياء جدا وضعفاء بالشركات الكبيرة أو الشركات المساهمة، يكاد يكون عدد الأصابع الشركات المساهمة. لماذا؟ القوانين خاطئة بالنسبة لتأسيس الشركات الكبيرة. لذلك الشركات الصغيرة بتدعم أول شيء، أو الشركات الصغيرة أو المتناهية الصغر أو كذا، بتدعم أول شيء دعم تدريبي. يعني واحد ناشئ جديد، طيب مين عم يحتويه؟ قال له انت مشروعك صح ولا غلط. ولكن تجاوزنا هذا الموضوع حتى التدريبي، يعني لكي نستغل الوقت معنا 5 دقائق. بما يخص موضوع القروض، وحضرتك ذكرت انه انا لما بدي افتح مشروع وهذا المشروع بده يساهم بدوران عجله الاقتصاد، انا بحاجه لتمويل. هذا التمويل من وين عم بيجي؟ اهم تمويل للشركات الصغيرة يجب أن يكون تمويل رابح وليس خاسر. ثانيا التمويل للمشاريع المتعسرة، عنا هلأ بعد الحرب في معمر راح ربعه، معمر راح نصه، ليش ما نعطيه تمويل هذا يريد ينشأ؟ بينشأ بسرعة دغري بيمشي. هناك موضوع الضمانات المصرفية، المشكلة فيه، المشكلة بالضمانات هي الموضوع خاطئ. في واحد عنده معمل موجود خذ منه ضمان، في واحد زراعة ليش ما نعطي قروض زراعية؟ عنده أرض كاملة بيقول لا ما بنعطي على الأرض الزراعية، ليش ما نعطي على الأرض الزراعية؟ الأرض الزراعية أغلى من البناء، عطي. بتلاقي كمان القروض الزراعية تنشئ بسرعة، يعني بسنة بصير الإنتاج. هل حاولتم بالحوار مع الإدارات؟ عم نحاور، ولكن كل الحوار ما ارتقى لفكر تغيير الفكر الاقتصادي. بدنا نغير فكر اقتصادي بتغير الحوار. طيب، ازدادت أيضا مطالبات، يعني نتحدث عن مطالبات الفعاليات التجارية والاقتصادية بكونها هي الأساس حاليا، بتخفيض القيود القانونية المفروضة على حيازة وتداول القطع الأجنبي، ولا سيما في ظل تزايد أسعار الصرف وبالتالي صعوبة إتمام المعاملات التجارية. ما رأيكم بهذه المطالبات وما هي الآثار المستقبلية لمثل هذه المطالبات؟ بمعنى هل ممكن أن نتحول إلى الحالة اللبنانية؟ من الخطأ تفكير وقوقعة أنه بس معنا 100,000 دولار كنا كدولة، هدول الموجودين بدنا نتصرف فيهم. لحنا يلي عم نتصرف فيهم 10% من المال السوري بالقطع الأجنبي، 90% برا. هذا الفكر خاطئ. لذلك نحن وقت بنقول ما عندنا غيرهم بدنا نتصرف فيهم،
90% ما عاد يجوا، بالعكس حيتسرب من هدول يطلع يكمل هنيك. يجب انه تنبنى الفكره كلها، 90 هدول بده يرجعون، لا يعودوا 90% هدول الا يكون في عنا القانون 3 و4 برات المعادله. حيازه القطع الاجنبي يجب ان تكون موجوده هي، ليش كل العالم موجوده ليش عم تمنحها؟ بس انت استثمرها، يعني الصين استثمرت حيازه القطع، قالت كل مين بيجيب قطع بنعطيه سعر اغلى، عم صار القطع كله عنده. في خطأ بهالتركيبة هاي بدنا نحلها. 3 و4 قوانين 3 و4 هدول خلاص بلاهم حاجتهم. كل مين يدخل معه دولارات يصرفها يعطيني إلي، يعطي فلان، يعطي كذا، انتهت القصة ومشت العجلة الاقتصادية. نعم إذن المشكلة هون بهالأرض. أستاذ ياسر، حلول إسعافية أخيرا، ما هي ممكن أن تكون، ما أهم هذه الحلول الإسعافية لي التعافي الاقتصادي المطلوب في الفترة الحالية؟ أنا الآن ما بدي أقول إنه أنا أفهم شيء بالدنيا، أنا عم أشرح بعض الأشياء اللي عم نشوفها، ممكن نطلع فيه منها خطأ وممكن نتساعد مع المفكرين نكمل. عندي 15 بند ممكن يسوي إسعاف لحالتنا. أول واحدة سريعاً، مصالحة بين القطاع العام والخاص. ليش ما يكون في شركات مشتركة قطاع عام؟ عندهم أبنية، عندنا فكر، عندنا رأس مال كذا، بيصير هذا بناخذ البناء بنسويه فندق، بنسويه متجر، بنسويه كذا. إذا نحن ماشيين باتجاه الشراكة مع القطاع العام، مو بالشكل الكافي ولا الشكل الصحيح. ثانيا تحويل جزء من عمالة المؤسسات إلى مشاريع جديدة. أنا ما بقدر أعطي رواتب، عندي مصرف مثلا عندي 100 موظف، ما بقدر اعطي راتب ل 100 موظف، بساوي شركه ثانيه باخذ 50 موظف لهون بعملها ناجحه، بصير هذا بيرتاح وهذا بيرتاح. ثالث وحده الضرائب الصفريه والجمارك الصفريه برد بعيدا للمره 1000. نعم. وايجاد قنوات اخرى لدخل الدوله. رابعا تفعيل المناطق الحره. ليش ما نفعل مناطق ناخذ منها جمارك؟ واحد بده براد اخي اجنبي يروح يشتري وناخذ 25%، خلاص ممنوع، هون ما عندنا مشكله، بنجيبه بنفعلها هي المناطق الحره. خامسا الصناعات الجزئيه، هون انا بتدخل بالصناعه مع انه انا مالي صناعي، بس انا كنت صناعي برا. ليش ما نسوي صناعه جزئيه؟ جيب انا كاسه ناقصه هي مسويه وذهبها وكذا صارت صناعه. لا نحن هون مطلوب لتكون مصنع لازم يكون الف للياء. قروض للسياحة، ليش ما نعطي قروض للسياحة؟ نحن دولة خلال سنة بصير دولة سياحية، عندنا كل السياحات الدينية والأثرية والأثرية والكذا والعلمية والطبية، نعطي قروض سياحية. قروض للمشاريع المتعثرة اللي حكيناها هلا، واحد بجوز تعطيه مولدة بيفتح معمله. عندنا قروض زراعية، عندنا البدء بمدينة طبية اللي احنا احسن اطباء في العالم، هي ما هناك تسرب كبير في عم يشتغلوا كلهم برا، جيبهم هدول اعطيهم صلاحيات، اعطيهم اشياء، اعطيهم رد رجعهم. اذا مدينة طبية دمشق ان تكون مدينة طبية. دعم التعليم الخاص، نحن احسن دولة بالتعليم، نحن كل مدرسينا برا ناجحين، ليش ما نقوي جامعاتنا ونقوي مدارسنا ونجيب كل الطلاب العرب اللي عندنا؟ الاحصاء والدراسات والتخطيط، ما انا غرفه التجاره ما عندنا احصاءات، ما عندنا دراسات، كلها معلومات غير صحيحه. صناعات متخصصه لجلب الاستثمارات التي تخاطب جميع الدول وتسوق مبدا التعافي، يجب انه يكون عندنا تيم فريق رايح بيروح من رحنا لعمان، رحنا انا كنت بالفريق العماني، عمان دوله صغيره وضعيفه وكذا، جبنا عمل، ليش ما يكون هذا الفريق عم يروح لدوله دوله دوله يشتغل؟ قروض سريعه لاعاده بناء، بناء خربان نعطيه قروض، في له ثوابت وفي سيوله بالمصاري. اعاده الشباب المهجرين، الان انا بطرح مشروع ما بعرف مين بيسمعه، ليش نحن عنا ما نقول عنا السنه هي اخي بدنا نسوي تبع الجيش بدل الجيش 2000 دولار، يلا تعالوا بسرعه بنرجع عماله ونجيب مصاري اجنبي وبنرجع الشباب هدول. التوعيه الوطنيه والقيميه، نحن شعب قيمي، نحن شعب حضاري، وين التوعيه هي؟ ما عم نسمعها كله عم يصير انه والله نحن ضعف اضعاف في عندنا كارثه، لا نحن اقوياء. هي 15 بند انا بظن اذا مشينا فيهم ممكن نوصل لمرحله يعني احدى هذه البنود ال 15 التي ذكرتها ممكن ان تكون قاطره لبدايه تطبيق حلول اسعافيه تكون فعلا حقيقيه وتؤدي الى تنميه اقتصاديه. هي وغيرها في اشباهي، انا مالي وحيد في اشباهي، خلينا نجلس هذول اللي بيفكروا بهالطريقه هي ونعطي حلول وننطلق ان شاء الله. نعم، أريد أن أشكرك جزيل الشكر للمهندس ياسر كريم رئيس لجنة الإعلام في غرفة تجارة دمشق، شكرا لحضورك. الله يبارك فيك، شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، نلقاكم في الأسبوع المقبل بأمان الله.